شايف بس بالك كذا وجه الوجه هذا رهيب رهيب وجه الوجه تعال يا الغالي الله يبقيك يا مرحبا تعال تعال شاي اترك شاي عنك معك يلا يلا عنده حصان عدل المايك يلا اسمح لي معليش يعني قل مسموح قل شيء لا انت يا حبيبي استعد يلا بس كذا لازم بدامكم ثلاثه تعال انت ما تبي تصدق تعال بنص الله يموش قبال الله الشيخ بالله خطوه شوي يلا ها انتم عرفتوا الفكره مد يدك جنب قدام جنب جنب اه تبغى لين تصير الاصبع الاصبع طيب نزل يدك شمال قدنيتك ضبها طيب ارفع الان امام اعطيه ثلاثه رجب ساعه تراجم تراجم يعني اه فهمت الخطه ايه بيضرب وجهك المايك تقنع يلا ها يدك راسك رجلك راسك دقيقه دقيقه خذ نفس خذ نفس من اقول مي او مويه تاخذونها ها اي بج بج خلاص يلا طيب وش نبدا فيه اقرب او تو كلمه معينه الا الا شوف شوف انت عندك خيار عندك الراس عندك رد 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 عشان تاخذون الماء وش بقول بحر ستوب بحر كذا تسولف تسولف بدي اصف انا اقول لو نرجع احسن يا ابو لو نرجع نبعد احسن لا لا خلك انا بساعد الرجال الشاي قم انا جاك جوك جوك بسرعة بسرعة يمدي 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 حط شمالك ببدأ يلا 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 شباب الكلمة الكلمة اللي تاخذ فيها قلت لا انا بقول قصة يا سلام واذا وصلت عند كلمة ما احمر 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 ها اخذ القارورة واشربها تاخذون القارورة لا تشربها اللي ياخذها اول لكن ننتبه للمايك يلا تمام ننتبه للمايك يلا يلا وهذه عليها هلالات يا سلام جاهزين يلا جاهزين كلمه بيوم من الايام يا سلام ايوه متخيل الروس تكبر بيوم من الايام يد كد كد مشيت لي في شارع ايوه صراحه كنت مشتهي شاورما ما اقطع كلامك عندي شيء اليد لان صعب يدك ورا يدك ورا يدك ورا خلك حازم المهم وانا ادخل لي مطعم لوحته صفرة صفرة زرقة خرجتني المهم واطلب من عنده وانا اطلع وقفت عند اشارة كانت خضرة ايوه بس ليش وقفت بهي خضرة ليه المفروض انها تكون ايش حمراء مرفوع مرفوع شفت شلون اسلم هو يخدع على نفسه المفروض انها تكون حمراء حمراء مو اول ما تقول مويه صح ولا لا انا قلت بقول قصه بقول قصه لا قال احمر انا قلت احمر صح انا قلت بقول قصه لا قلت حمراء خذ المويه يلا خلاص يلا والله قلت كذا ما ركزت الان اللخمه الان اللخمه نزل ما ينفع معكم كذا صح نزل 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 يدك ورا الحين نفس النظام تبغى قصه ولا حواس هذا حسبها احمر والله قصه ولا حواس 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 بواس ويك امسك شعرك عينك اذنك بطنك رجولك طيب اذا بناخذ الماء ايش بنقول لا اذا بناخذ الماء ايش بنقول يدك لا انت نقول مثلا سب او نقول مويه شيخ فزت هلا انت فزت او تبونها قصه بكلمه قصه قصه اي القصه القصه خلاص اجل ركزوا على كلمه الكلمه وش تكون في النهايه الكلمه وش تكون عشان خلها بحر خلها بحر انا قلت حمر كلمه حمراء كيف تبونها بحر بحر الكلمه بحر يلا بحر يلا يدك ورا يدك ورا يدك ورا يدك ورا حد الشعراء في قصيدته كان يتكلم فيها عن النهر وتكلم فيها عن البساتين المهم جاء وقال يا نهر جيتك وانا قطره مويه كملها خلاص خليني اخذها المهم احد المرات كلمني احد اخوياي قال اني ضايق ضايق صدري ايش ايش يا شيخ شوف قال ضايق صدري في خصم انتم فريق هم فريق طيب يلا قال ضايق صدري ودي بمكان استجم فيه وش قال قلت له انا قلت رايك نسافر وين قال اهم شيء الديره اللي نبي نروح لها
يكون فيها مطعم معين. قلت ما في مشكله نروح لها. رحنا يدك وحالفنا الحظ سبحان الله. تكفى المغص شيخ يلا. حالفنا الحظ خلك مركز سبحان الله. اول ما وصلنا قال لازم نشتري ملابس. ليش؟ لان المنطقه اللي فيها منطقه سياحيه فضروري يكون فيها فضروري يكون فيها الخطوات. الخطوات يا شيخ سياح والسياح شبوه في الديره دي بحر. مش كان انا اللي كلنا كلنا رجع رجع يدك رجع يدك رجع يدك خليك كده خليك كده يلا عم بقولك ركز هي سرعه بديها يلا يلا بغيت اوصل ورا قصه ولا حواس مرون تقاسم لازم يكونون اثنين شاركوا يا رجال باقي اثنين شاركون تصير أربعة تصير حماسك فزنا يا شيخ فزنا هم يلا ليش طلعت والله ارجع ارجع الكرسي عندي عندي شل قمت ارجع هذه طيب والله ايه كرسي خلينا نجيب كرسي لا لا رجع هذا الحين يفوز وش لا 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 عندي يشرب مويه ببلاش ايه حلو يلا يا عيال انا احتاج فريق عنده سرعه بديهه انا احتاج اخوي عنده بسرعه بديهه انا بديهه بدون سرعه لا تاخذ عندي سرعه بديهه ارجع اخيره لا في عندي مسابقه ثانيه حركيه يلا يلا وش تبون الكلمه الحين على الموين هذا وش تبون الكلمه انا فوزه فوزه مكسب هو يقول الفوز ظلمه والله طشت بلا بهللات يا عيال يلا عفي قلبه كلمي يلا يلا طيب وش الكلمه والله الكلمه يا طويل العمر خي حصان دقيقه حصان اي والله حصان اي والله الله يجيب له خير الجميل والله الكلمه وش حصان حصان يلا حصان قال حصان قال حصان ببدا لا قلت حصان تقول اسرع بديها يا شيخ ما هذا ما هذا ابدا ببدا ما هذا هذا لا ما هو ما هو عاد تعرفون حاتم الطائي الله الله وش ذبح ذبح حصان ها ها وش ذبح من اللي يقول حصان انا اللي اقول معليش يا ام سوري ذبح خيل طيب ذبح ايش؟ خيل حصان والخيل يفرق عن حصان عن غير الخيل كله واحد اسلم بيوم من الايام كان هناك فارس مغوار الله الله جواد اسلم كريم امتطى ناقته كانت الناقه طبعا يسمونها سفينه الصحراء وسار القافله اللي يمشي فيها وش معه؟ حصان معه سبعه من الرجال وعشره من الإبل وخمسين من الغنم وعشرة من المعز ولديه ثلاثة خيول أصيلة تحكيم يلا أنا فاضية فاضية القهوة يلا القهوة فاضية يلا أيه الحبش